السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامجنا وبرنامجكم نكهة خاصة. نرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج نكهة خاصة، ومعانا زي ما عودناكم دايما كل يوم سبت معانا ضيفة في الحلقة بتبقى عزيزة علينا وتحضر معانا الحلقة بمستوى وشغل جديد وأناقة جديدة. والنهاردة اخترنا لكم أناقة جديدة مع مصممة الأزياء زازا كمال خليل. مرحبا بك يا استاذه زازا. مرحبا بك شيف محمد، الله يخليك منورانا النهارده. نوركم الله يخليك. ومعانا كمان الدكتوره زهراء اخصائيه التغذيه. مرحبا بك يا دكتوره. مرحبا بك يا شيف محمد، ومرحبا بك يا استاذه زازا. مرحبا بك، مشرفانا كثير الليله في نكهه خاصه، وتحيه مسائيه خاصه لكل اللي بيتابعوا معانا نكهه خاصه ليله السبت، نكهه خاصه جدا مع خبيره مصممه الازياء زازا. مرحبا اللي الاطباق متنوعه وفريده يا شيف محمد. ان شاء الله. ان شاء الله النهارده طبعا عامل لهم فراخ كوردن بلو، وعامل لهم سلطه للدايت طبعا عشان الاستاذه معانا النهارده لازم نكون حريصين شويه في موضوع الاكل ده. وعاملين سلطه بالدايت زي ما اتفقنا، فراخ كوردون بلو، وعاملين مع بعض رز ابيض بالخضار، عاملين نوعين حلو، نوع بالكنافه والمانجا والقشطه، وعاملين نوع تاني برضو الناس الدايت بالزبادي مع الجريب فروت. ان شاء الله دي اطباق النهارده، اطباق متنوعه يا استاذ زازا، وبتنفح كثير مع الناس عشان يحافظوا على اللياقه وعلى الرشاقه وعلى الجسم المتناسق. يا ريت متابعينا يتابعوا معنا ويشاركونا ويتواصلوا معنا على ارقامنا الظاهره اسفل الشاشه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وصفحتنا على الفيسبوك سودانيه 24. الليله الحلقه ان شاء الله تكون مميزه وممتعة. طبعا اختيارات النهارده دكتوره احنا اخترناها بحرص يعني شديد، عشان برضو موضوع الازياء ده مهم جدا معانا عشان نساعد الناس ان ازاي في اكلات معينه للدايت، ناس التخسيس في نفس الوقت قيمه غذائيه اعلى بس بحاجات بسيطه. هنبتدي مع بعض اول طبق فراخ الكوردون بلو، هنشوف مع بعض المكونات وبعدين نرجع مع الاستاذه زازا تعرفنا على نفسها ان شاء الله. ورجعنا مع حضراتكم مرة تانية مع دجاج الكوردون بلو. هي أسماء ومسميات لأنواع الدجاج، بس بنبتدي نعملها بطرق جديدة وحديثة. احنا كلنا بناكل الدجاج في البيت بكذا طريقة، بس احنا بنحاول كل مرة بنقدم طريقة مختلفة. طبعا العالم بيتقدم والثقافات بتاعت الشعوب بتتقدم معانا، فاحنا لازم كل بلد نعرف احنا بناكل منها ايه. الحاجات المميزة في كل مكان، زي الأكل السوداني مثلا مميز في حتت معينة في العالم بنقدر ناكله في المكان الفلاني. فبالتالي انواع الدجاج برضو نحاول نعملها زي المطاعم زي اللي عشان نجذب الاسره انها تكون دايما ملمومه في البيت. ايوه احنا هنعمل مع بعض الدجاج، بنجيب صدور الدجاج كده بالشكل ده، احنا خدنا منها الجزء بتاع الفيليه، هنعمل منه طبق السلطه عشان ما يترمي. يعني هو ده الفيليه بتاع الصدر نفسه، هيبقى كده هنطلعه لوحده يبقى الفيليه، وناخد قطعه الصدر بالشكل ده كده. تمام، هنخلي ده للسلطه وناخد ده هنعمل منه الكوردون بلو. هنبتدي زي ما اتفقنا قبل كده بسن السكينه كده صغير، نفتح صدر الدجاج كده بالراحه، نمشي بطرف السكينه لحد ما تحس السكينه تحت ايديك بالشكل ده زي ما شايفها، بتبص كل شويه عشان ما تفتح معاك، تفتحيها واحده واحده. ونحاول نعلمكم الطريقه عشان تبقى سهله بالنسبه لكم. زي ما احنا بنشوف كده بنفتح كف الايد بتبقى بالشكل ده كده، احنا هنفتح الدجاجه برضو هتكون شكل الكف بالشكل ده كده بسيطه، عاوزينها ما تفتح للنهايه، تكون مقفوله من النهايه عشان نقفل جنب واحد فيها. تمام، دي قطع الدجاج. نعمل واحدة تانية كده مع بعض، هناخد الصدر كده ونمشي بالراحة في النص عشان يبقى الفتحة في نص الدجاجة بالظبط بالشكل ده بطرف السكينة، بس نفتحها بالشكل ده كده. تمام، كل ما السكينة كان سنينة بكون أفضل طبعا. طبعا يا دكتور أنا بحاول أعملها بالراحة عشان كده. في مسافة ما نفتح قطع الدجاج نسيب الأستاذة زازا تعرفنا شوية بحضرتك. أنا زازا كمال خليل، مصممة أزياء وتياب سودانية، درست في جامعة السودان الغربي، درست فرنسي مجال بعيد تماما،
بعد ما خلصت الجامعة لقيت إنه أصلاً هنا هوايتي في تصميم الأزياء في الفاشن ديزاين، فاتجهت للقاهرة درست هناك وجيت بديت الحمد لله بديت أيوة بديت تصميم الفساتين، وبعد ذلك بديت الثياب السودانية. هي أصلاً عبارة عن موهبة يعني؟ أيوة أيوة موهبة. بعد ما خلصت الجامعة رجعت تاني درستها. تمام ما شاء الله. ما شاء الله. محمد بالنسبة للكوردين بلو شيف محمد على ما أعتقد هي فرنسية صح؟ فرنسية. أيوة إحنا طبعاً زي ما قالت شيف يا شعوب وكذا بناخذ من كل دولة حاجة نفس المكونات. وبتكون القيمة الغذائية نحن مستفيد من القيمة الغذائية مع تنوع الإضافات اللي نحن بنضيفها، مثلاً الكوردين بلو للشيف هيضيف لنا عليه الجبنة صح؟ الجبنة مرتديلا، ممكن تتحشي خضار، ممكن تحشي لحمة، أيوة. ممكن تحشي بسطرمة، تعملي أنواع من أنواع الدجاج برضو مستوية وتحشيها جواها مع الجبنة الموزاريلا، أيوة. أي نوع حشوة. هي الفكرة كلها إن الحاجة دي بتكون محشية متقطعة بطريقة معينة بتظهر بالشكل ده. تمام. لكن الحشوات والاختيارات دي على حسب الناس ما بتحب يعني. أيوة حسب، أنا بتحكم في السعرات الحرارية طبعا عشان الناس اللي عاوزين يعملوا دايت، الناس اللي عندهم بيعانوا من أمراض معينة بحاول بتحكم في السعرات الحرارية والإضافات البضيفة للطبق بتاعي. يعني مثلا الناس اللي عاوزين يعملوا دايت بخفف من كمية الجبنة المضافة، الكميات بتاعت بالذات الدهون المضافة بخفف منها عشان تنفع معهم، كمان الناس اللي بيعانوا من أمراض القلب وكذا. لكن هو طبق غني وغيم جدا بالقيمة الغذائية. مفيد مفيد جدا. أكيد فيه البروتين وفيه الفيتامينات. الأطباق اللي أنا بحبها جدا. هي طبعا في بعض من المطاعم أو الأكلات العالمية ضافوا عليها الصوص الأبيض، صوص الكريمة. أيوة. بيتطبخ زي البشاميل بس بتحط عليه صوص جبنة. فبيقدموه برضو بيبقى بشكل تاني، ده طعمه مختلف، ممكن تحطيه على الدجاج وممكن لا، دي حاجة طبعا مفضلة النهاردة. تمام. معانا اتصال. السلام عليكم خليل. شكل لو فقدنا الاتصال. هنا احنا بنبتدي نتبل الفراخ تتبيله خفيفه جدا. ممكن تتبليها لوحدها بره لو انت حابه، وممكن تقلبيها كلها مع الدجاج وتسيبيها زي 10 دقائق ربع ساعه تكون شربت التتبيله شويه. تمام. نحط شويه فلفل اسود كده صغيرين. ممكن نعملها من وقت ابدر؟ ممكن، كل ما بتتبليها طبعا كل ما الفراخ بتشرب معاكي طعم اكتر. شكلك علاقتك حلوه بالمطبخ شديد. بتحب الاكلات اول حاجه. قالت الاكله المفضله بالنسبه لها. ايوه لا علاقتي بالمطبخ حلوه شديد. الوالده ربنا يديها العافيه يعني ان شاء الله يا رب. شيف ماهر جدا جدا بنحييها من خلال البرنامج ولها تحيه مسائيه خاصه لك يا رب. ان شاء الله. احنا هنا حطينا بابريكا، فلفل اسود. تمام. شويه كركم صغيرين، وعندك مستردة اللي هو الخردل اللي بتحطيه، ملح، حط شويه عصير ليمون او خل، حاجه من الاثنين بس بسيط ما كتر. تمام. ندفع عليها كده ونبتدي نقلب المكونات دي كلها مع بعض. هي بتاخد تتبيله خفيفه لان انت بتكوني التطعيم بتاع الجبنه والمرتديلا في طعم ملح برضو في طعم بهارات، فما تحاوليش تزودي كتير جدا في الفراخ. بهيره بهار خفيف. تبهيره خفيفه جدا طبعا زي ما احنا شايفين كده اهو. تحاولي تطعميها ومن جوه كلها، حتى مكان الفتحات اللي احنا فاتحينها تبتدي تفتحيها كده عشان تتبل معاكي. تمام. تمام. معانا الاستاذه رحاب من الفاشر. الو السلام عليكم. السلام عليكم يا رحاب. الو. مساء النور يا شيف والدكتورة والضيفة العديدة. مرحبا بك، كيف اخبارك؟ مساء النور عليك كمان. تمام الحمد لله. الله يسلمك. منورين والله. تسلمي، ربنا ينور حياتي. بس بحاول كل مرة اتصل لكن ما في ما بيرد عليا. الحمد لله الليلة يعني سعيدنا جدا بسمع صوتك. كتار جدا اللي بيعانوا من المشكلة دي. يعني رسلت الإجابة أكثر من مرة. إن شاء الله المرة الجاية حالفك الحظ معانا يا رحاب. ان شاء الله. حاولي كثير وان شاء الله تكون من الفايزين. الله يسلمك. الله يخليك يا رب. الحمد لله. تسلم. الله يسلمك. تفضلي. بس عاوزه اعرف البسكويت التويكس ممكن اعمله في البيت؟ بسكويت ايه؟ التويكس. التويكس ممكن نعمله لك. حاضر. بيتعمل سهل، اي حاجه في الدنيا ممكن تتعمل. ادام هي اتعملت واحنا كناها احنا ممكن نعملها. فالانسان هو بطبيعته هو اللي بيخلق الحاجه ديت يعني. طبعا بتعاون ربنا عز وجل هو بيوفقه في الحاجه دي، لكن اي حاجه مش صعب على الانسان ان هو يخترعها يعني. الحاجه ما الاختراع ده، لكن ان شاء الله هنعملها لك. حاضر. هنعمل لك اي نوع بسكوت انت عاوزاه نعمله لك. حاضر. اتفضلي. يعني يا رجاء مرحب بيكي. تسلم كثير. كيف اخبارك؟ الحمد لله بخير والله. تمام الحمد لله. هنا كمان من خريجات جامعة السودان الغربي. يا أخي سبحان الله. والله صدفة غريبة ما تلاقينا خالص في الجامعة. لا لا والله ما تلاقينا، لكن الغربي جامعة لامة زي ما بقولوا يعني، بتلقي فيها كمية من الناس. أيوة. يلا بس عاوز أسألك من اللون الموضة في الأيامات دي. الألوان الموضة. أي. الألوان الموضة الفترة دي الفسفوريات.
الالوان شويه نيون فاقعه، هي مواصله معانا في الموسم ده، والفسفور الليموني، الفوشي، البرتغالي، الاورنج الفاقع، الالوان دي هي مستمره معانا موضه. طيب تسلمي كثير. تسلمي. شكرا لاتصالك يا رحاب. الله يخليك. شكرا لاتصالك يا رحاب. طيب نيجي مع بعض هنا زي ما شايفين. ايوه خلي بالك بقى عشان انت بتحب الصنف ده، وخلي بالك ركزي معايا. انت مش هتطبقي لنا طوالي. ان شاء الله. هنا بنحط احنا النهارده عاملينه بالمرتديلا والجبنه الشرايح، ممكن تعمليه بالجبنه الموزاريلا تطلع معاكي برده، اللي احنا بنحب المطه بتاعت البيتزا دي. أيوة ممكن تطلع بيها. اهم حاجه في القلي بتاع الكوردون بلو في مرحلتين، في ناس ما بتحب تقليه في الزيت، بتبتدي ترصه في الصينيه بعد ما بتعمله بانيه وتحط عليه معلقه زبده خفيفه او حته زبده صغيره كده على الوش وتدخله الفرن، دي مرحله من مراحل التسويه. وفي نوع تاني ممكن تسويه نص تسويه في الزيت وتطلعيه تدخليه الفرن. ممكن بقى طبعا لو انت متحكمه وشاطره جدا في المطبخ بتقليه على طول مره واحده في الزيت بيطلع معاكي مظبوط. طواله هعمل في الزيت طواله ان شاء الله. اه معناها ما شاء الله عليكي شاطره ما شاء الله. هتعملي المرحله الاخيره طواله. طواله انا عاوزك بس ما ايديكي ما تتعبك. لا لا ما عندك مشكله. لبن مساعدتك ما شاء الله يعني. بتحب المطبخ كتير. بتحب المطبخ بالمناسبه جدا فيه، يعني هسه سالت من بسكويت التويكس دي معناها هي زوله برضه عندها علاقه المطبخ قويه وفاهمه. طبعا معانا خيارات يا استاذه زازا هنعرضها ونشوف منها حتختاري شنو. جدا تمام. عندنا 1 افوكادو، 2 برتقال، 3 فراوله، و4 فروت سلطه، حتختاري شنو؟ 4 4 طبعا. شوف سلطه الفواكه موديها شنو؟ حتديك فيها شنو؟ معرض توب كوينز. معرض توب كوينز هو أول معرض كان عنده أثر بالنسبة لي، كان في شهر 1 في صالة سبارك سيتي. أنا واحدة من مجموعة توب كوينز، هي مجموعة مصممات سودانيات بقيادة الرائعة رانيا الفاضل، مصممة برضو معروفة. فعملنا شهر 1 المهرجان ده كان شامل الاستغلال، احتفلنا بالاستغلال والوطن وكده، واحتفلنا بنساء رائدات لهم اثر كبير في البلد وكرمناهم، وعملنا احتفال صراحه كان مختلف، وكان الاول يعني من نوعه مختلف تماما. ففعلا هو كان له اثر كبير بالنسبه لي، عنده بصمه في حياتك. ايوه ايوه حياتك بالذات انت كمصممه وكده. ايوه ده هو المعرض الاول. المهرجان الثاني برضه له اثر كبير جدا بالنسبه لي، كان قبل 3 أسابيع مهرجان سكسسفول التسويقي، كان في صالة ميريلاند. هم ديل هم مهرجانين أنا شاركت فيهم ولهم أثر كبير جدا. مهرجان سكسسفول هو لمجموعة سكسسفول، أنا برضو عضوة فيها بقيادة جميلة جدا منال أحمد عبد الجبار المعروفة بينولا. فعملنا برضو مهرجان ده وكان جميل 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 جدا، وبجد يعني الاثنين بالنسبة لي قريبين جدا. ان شاء الله المهرجانات دي يعني بتستعرضوها في الفيسبوك. ايوه ايوه الناس تعرفها وكده، موجودين في يوتيوب وفيسبوك. عندنا جروبات لتوب كوينز ولسكسسفول التسويق، ممكن كل الناس تدخل تتفرج تشوف. ان شاء الله. وهي اكيد اضافت لك المهرجانات دي كثير. والله اضافت لنا كثير، يعني غير انه انت بتعرفي الناس وبتعرفي ناس مختلفين مجالات مختلفة، يعني المهرجان بكون مشاركين فيه كمية كبيرة جدا من الناس، كل كورنر بكون فيه حاجة مختلفة، ناس ميك اب، ناس ايوه ناس اكسسوارز، ناس عفش، ناس اكل، فبكون شامل. مهرجان متنوع يعني متنوع ما شاء الله. متنوع بكون، فانت بتدخلي بتلقي فيه كل حاجة كل حاجة كل حاجة بتحتاجها الأسرة. ربنا يوفقك ان شاء الله يا شيخ محمد. ان شاء الله. وصلنا ايه؟ نيجي مع بعض بقى للكوردون بلو ثاني. احنا عملناه زي ما اتفقنا، لفيناه كده وتضغطي عليه جامد، اول ما بتنزليه في الدقيق بتبتدي تقفلي بقى المسام بتاعته. في ناس بتعمله تطبيقه زي تطبيقه الفراخ، بترجعها زي نفس الشكل بس بتعمل بتسبكش. شرحنا قبل كده وقلنا الخشب ممكن خطر، ممكن يتنسي، ممكن مع التنظيف تنسي واحده، تقطيعه السكينه تكسري حاجه جوه فبيبقى خطر. فالطريقه دي افضل لك ان انت تضغطي عليه كويس جدا، بتقفلي المسام بتاعته مع قفله البيض والبقسماط، هتمسك معاكي كويس تحطيه في الثلاجه، كل ما بيكون في الثلاجه بيكون افضل، بيبقى ماسك معاكي قبل ما ينزل الزيت. تمام بالشكل ده كده. نعمل مع بعض واحده ثاني، نضغط على الدقيق كويس بالشكل ده، تقفلي كل المسام اللي فاتحه في الدجاج. أيوة. كل ضغطتك دي بتطلع الهواء وفي نفس الوقت بتمسك الدقيق مع بعض كده بالشكل ده، شايفه؟
كده بالشكل ده كده، ونبتدي نعمله في البقسماط. الزول ممكن يشيف من الاسم مثلا، استصعب الحاجه ويشوفها صعبه وكثيره وشغلها دي هي طريقتها سهله جدا. اكيد الطريقه بسيطه وسهله جدا. ونحن اكيد بالتنوع كل مره شيف بيعمل لنا اطباق متنوعه ومتميزه وفيها القيمه الغذائيه العاليه. بالتنوع انت بتخلق فرصه لافراد الاسره انهم يتناولوا الاصناف المتنوعه من الاغذيه ويستفيدوا من القيمه الغذائيه الموجوده فيها، لانه التنوع بيدي فرصه اكبر انه زول ياكل بكميات معقوله انه يستفيد من القيمه الغذائيه الموجوده. يعني احنا مثلا ما نعتمد على نوع معين من الاكل، مثلا لحوم حمراء وبس او دجاج ونعتمد عليه وسمك ونعتمد عليه، لا اكيد نحن مفروض ننوع من البروتينات، ننوع من الفيتامينات، الاصناف ذات، عشان اي زياده في اي عنصر من العناصر الغذائيه بسبب لنا مشاكل اكثر من الفائده ان احنا نستفيدها. صح. كمان الانسان ما ياكل اكثر من اللازم عشان الموضه كمان واللذيذ والستايل. كنت عامل حساب انه برضه يعني الزول يكون محافظ ياكل الحاجه، حتدخل في مجالك شويه. ما عندك اي مشكله. ياكل الحاجه بس ما يكثر منها، لانه الزياده في الوزن الشديده اكيد بالنسبه للنساء بتخليهم شويه يبعدوا من الستايل والموضه. أيوة شويه. هو عموما الكثره ذاتها يعني التنوع بيديك فرصه انك لما تنوعي ما حتزيدي الزياده الشاذه، يعني التنوع ذاته بيخلق فرصه من انه زول الجسم ياخذ العناصر المحتاج لها ويتخلص من الباقي، لانه كده بتدخل حاجات كثيره. والفواكه اهم حاجه. معانا عزقد من ام درمان. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. اهلين يا عزقد. تمام الحمد لله. والله اذا ما عملتكم مره فضيحه ما شاء الله عليكم. الله يخليك. تسلم، ربنا يديك العافيه. ونشكر المصممه جارجا. تسلم يديك العافيه يا رب. الله يحميك. تفضلي يا محمد. تفضلي يا عزقه. ممكن. الو. تفضلي، سامعك يا عزقه. شو لغه البسكويت الشوكولاته؟ ممكن مكوناته؟ بسكويت الشوكولاته؟ نعم. طيب انت كنت حاضره الحلقه معانا بتاع بسكويت الكاستر اول امبارح؟ ايوه، بس هتقولي شغل بسيطه. عملت ايه؟ هتقولي يعني مكوناته. طيب المكونات بتاع بسكويت الكاستر، هتشيلي بس الكاستر وتحطي معلقتين كاكاو، هيطلع معاكي بسكويت مظبوط. لان في انواع تانية بتتعمل بالزبده، احنا لسه هنعملها لكم ان شاء الله في رمضان عشان ما تكونش صعب عليك. عملت دي وظبط معاكي، اي نوع تاني هيظبط معاكي. ده اسهل معيار للبسكويت ممكن تعمليه. بسكويت الكاستر اللي احنا كنا عملناه، تعملي تشيلي بس معلقتين الكاستر وتحطي معلقتين كاكاو. الله يخليك. تسلمي يا عسل. ويا عزيز ممكن تشوفي انت تراجعي الطريقه اذا نسيتيها في على اليوتيوب، تلقي الحلقه بتاعت البسكويت ان شاء الله وتتابعي. وبس زي ما قال لك تبدلي الكاستر بالكاكاو. كده كده بقت سهله خلاص. صح. تروح النهارده تعملي يلا تعملي ورسلي لنا، عندنا البوست اطبخ وارسل، رسلي لنا كنا نشوف الشيف يوريك راي ان شاء الله. نشوف طبعا. على فكره هنوري للناس كلها هنا، خلي بالك. لا لا ان شاء الله هيكون جميل ان شاء الله. هاشم محمد، احنا طبعا بنعمله كده كويس ونضغطه وبعدين نحطه شويه في الثلاجه، بيكون بارد، بيكون معاكي افضل بعدين في البانيه في الاكل. تمام. اخر قطعه معانا اهو كده بالشكل ده. بيجي ناس كثير يا زازا بيسالوك مثلا انا بتبدا مثلا حجمي كده، عاوزه في الوان بتجي مع ناس يعني احجام معينه وكده. صح. دائما الاحجام القليله ممكن اي شيء يناسبها. يعني في ناس بيقولوا مثلا الغوامق ما بتنفع، بالعكس الغوامق بتنفع، الفواتح بتنفع. بالنسبه للاحجام شويه، احنا طبعا كسودانيات. أيوة. فنسانا سودانيات شويه يعني مليانين بيكونوا مليانين. أيوة. بالضبط. دائما نحاول نبعد من الابيض والاوف وايت. تمام. في يعني احجام ما بينفع مع الالوان الفاتحه شويه، انا اعتقد بيزيد بيظهر الحجم اكبر شويه، بيظهر اي عيب موجود في الجسم. فدايما الغوامق بتكون جميله جدا. وفي خامات كمان الفواتح فيها بتظهر يعني الزيادة. ايوه بتظهر الزياده زي التل. التل كل ما كان غامق كل ما كان أجمل. افضل. تمام. بالضبط كده. فبيجوا بيسالوا وبنوريهم الحاجه الافضل بالنسبه لهم. وبعد ذلك طبعا في نساء راسهم يكون شويه اتجاه واحد، اساس لا انا عاوزه ابيض. ايوه انا عاوزه كده. فبديهم النصيحه اللي نقدر عليها، بحاول اغير لهم شويه. تمام. دوركم كبير جدا في الحاجه دي يا استاذ. سعيدين جدا مع حضرتك النهارده والله، بحلقه مميزه. طبعا احنا حساسين جدا، شغالين برضه ازياء بس على قدنا يعني.
لكن هنستأذن حضرتك، هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية، انتظرونا. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية في برنامجنا وبرنامجكم نكهة خاصة، ومعانا ضيفة الحلقة النهاردة مصممة الأزياز الأستاذة زازا. مرحب بيكي مرة تانية، شرفانا منورانا النهاردة. والبرنامج ليه طبعا ذوق، ما هنقول نكهة خاصة النهاردة، هنقول ذوق خاص. إن شاء الله. فهنعمل تاني طبق مع حضرتك النهاردة، احنا هنجهز مع بعض رز بالخضار. طبعا انواع الخضار دي في ناس كنت تحط صنف واحد صنفين ثلاثه، كل ما بتزيد الاختيارات كل طبعا ما الدكتوره هتكلمنا على القيمه الغذائيه الاعلى اللي بتوصل ليها في الطبق اللي انت بتاكليه. هنشوف مع بعض تاني طبق مكونات الرز بالخضار ونرجع مع بعض مره تانية. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الاعزاء، شفنا مكونات طبق الرز بالخضار ومعانا ضيفتنا زازا الراقية جدا، وزي ما قال الشيف الليله نكهه خاصه وستايل خاص يعني خاص الليله ان شاء الله. تمام يا شيف محمد. تمام استاذه، احنا النهارده زي ما قلت لك بتحب المطبخ، على فكره انت هتشاركي معانا في حاجات كتيره. طوالي مستعده. الله يخليك. طيب الرز احنا دايما بنعمله رز البسمتي اللي هو الحبه الطويله، دايما بنقول الكوبايه الواحده عليها كوبايتين ونص ميه سخنه. نسيتي وما عملتي ميه سخنه، هتبتدي بميه بارده تحطي 3 كوبايات عشان يطلع الرز معاكي مظبوط 100%. يعني ميه سخنه كوبايتين ونص او 3 ميه بارده تسيبيها تسخن على النار برده وتنزلي فيها الرز. الرز الابيض او الرز بالخضار عموما بيكون لونه اصفر اللي هو الزعفران او الكركم اللي احنا بنعمله، او الرز الابيض العادي تدي له شويه ملح وفلفل بساط جدا وتخليه بالشكل ده كده يستوي. تمام. هنعمل جزء من الخضار. في نوعين من الرز ممكن تعمليهم بالطريقه دي، ممكن تسوي الخضار تسويه كامله مع الرز، تقلبيه مع حته الزبده او السمنه او الزيت اللي انت شغاله بيه مع الخضار مع البصله وتنزليه في النار، وبعد كده تنزلي عليه بالميه السخنه والرز بيستوي كله مع بعض. وفي طريقه ثانيه لو انت ما تقدري توزني نسبه الخضار او انواع الخضار مختلفه، فيها انواع ممكن تستوي بسرعه، الافضل ان انت تعملي كل نوع لوحده في ميه سخنه، مثلا فاصوليا، بسله، ذره، جزر، بطاطس، اي نوع انت عاوزاه عشان تشكلي تشكيله الرز. احسن تعملي الرز لوحده ونعمل الخضار لوحده زي سوتيه كده بحته زبده بسيطه او سمنه على النار لوحده. تمام. الطريقتين كويسين، بس طبعا مع الممارسه انت بتقدري تظبطي الكميه دي. الكميه اكتر حاجه انسب. نحط لها كده حته زبده. طب استاذه المطبخ بالنسبه لك مع ماما بتنفسيها ولا هي اللي بتنفسك؟ ده سؤال صعب. خلي بالك قاعده شايفاكي دلوقتي، قولي الحقيقه. لا والله تقول الحقيقه. لا لا ماما ما شاء الله ما شاء الله، يعني من هي قبل ما تتزوج يعني علاقتها بالمطبخ ما كانت قويه جدا، اما بعد ذاك فبقت مبدعه. سبحان الله. بقت مبدعه بصراحه يعني. ما شاء الله. فايته وقتها زي ما بيقولوا. ما شاء الله. ما شاء الله. ما بقدر اتخطى يعني ما في صمت كده، انت بتتميزي عنها في هي على بتقولك، ما دايما الحوار بيفوت تشيز كيك مبدع فيه. تشيز كيك ممكن النهارده بس ما عملنا الحلقه المره الجايه. المره الجايه تعملي وانت مباشره على الهواء. شيفي يقول لك راح يكون الحكم طبعا. ان شاء الله. تمام. اكتر نكهه بتحبيها في التشيز كيك ايه؟
الفراولة. طبعا عملنا بنكهات كتيره جدا. انا جربته بفراوله وبالكيت كات، خليته ابيض ومسحت فيه بصوص بتاع شوكولاته وعملت معه كيت كات برضه، لكن حبيت الفراوله اكتر. بس برضه صورونا وبعتوا لنا. طوالي اطبخ وارسل. هننتظرك بالمناسبه. والله جدا يعني جدا اعمل واجيبه للشيف كمان طوالي ان شاء الله. تمام خلاص يوريني طوالي شكلا ومزاجا. تمام هنا نزلت بس بالبصله ريحتها طلعت حاجه بسيطه، نبتدي نديها شويه ملح وفلفل كده بسيط. دايما الحاجه السوتيه بيكون فيها البهارات بسيطه عشان ما تغير طعم الحاجه. احنا بناخد قيمتها الغذائيه الاعلى طبعا. ممكن الدكتوره برضو تدينا شويه عن الخضار الحلو اللي احنا حاطينه النهارده ده معلومات. ايوه اكيد طبعا الخضار، انت حطيت جزر وبازيلا وفاصوليا وذره حلوه. طبعا الخضروات دي خضروات في فصل الصيف مهمة جدا ومفيدة جدا، بالذات الجزر من الخضروات تحت الصيف فيها فيتامين A بنسبة عالية جدا جدا. فيتامين A طبعا مهم للبشرة، مهم فيه بيتحول في الجسم، يعني هو البيتك الكاروتين تحول في الجسم لفيتامين A بيحتاج له الجسم للنظر للبشرة، لأنه فيه نسبة من الألياف والسكر. الألياف طبعا مهمة جدا برضو للناس اللي عاوزين ننزل وزنهم وبيحتاجوا أنهم يخففوا من الدهون، فبالتالي كمية الألياف اللي بتناولوها بتأثر على الحاجة دي، يعني بتخلصنا من الدهون في الجسم. عرفتي كيف؟ يعني الجزر والبازيلا والفيتامينات كمان مهمة جدا لنضارة البشرة ولجسم الإنسان يتخلص من السموم. فيتامين سي، من السموم اللي في الجسم بتطلع مع العرق، تطلع مع البول، مع الإفرازات. طيب يا دكتور زهرة للأنا اتفضلي أمسكك واستفيد منك. ما عندك أي مشكلة. ورينا يلا البطيخ والتفاح، لانه انا عندي اطفال في البيت وممكن يعتمدوا على التفاح والبطيخ. بس ما بياكلوا غيره؟ ما بحبوا يعني، بالذات في السخانه بقولوا لا. بس بطيخ وتفاح. تفاح الاكل بياكلوا لكن ما الحاجه. طيب هم ما شاء الله عليهم ربنا يحفظهم، يعني من ناحيه البطيخ دي هم ماخذين الناحيه الصحيه تماما في الصيف، لانه البطيخ طبعا فيه نسبه من المويه. الصيف انت بتعرق كثير يعني تفقد مويه كثير من جسمك، عشان الجسم ما يكون جاف محتاج انك تتغذى على حاجات بتكون نسبه المويه فيها عاليه عشان تعوض. يعني شرب المويه هو مهم جدا، لكن البطيخ كمان فيه فيتامينات وفيه معادن بيحتاج لها الجسم، فبالتالي هم يعني ماشيين في الصح انهم بياكلوا البطيخ. وكمان التفاح برضه فيه مضادات الاكسده المفيده جدا جدا بالنسبه لهم بيخلصوا من. طيب في شنو ممكن اعوض لهم عن اللحوم هم بياكلوا لحوم؟ ما يعني عرفتي يعتمدوا على المكرونه، رز، اللحوم اللي اللحمه بارده ممكن بحبوها. لكن ما الحاجه المفروضه، يعني ما الثلاثه وجبات المفروضه. طيب في شنو بعوض لهم؟ خلاص عشان انا ارجع من هنا تحكم خلاص نشوف الشيف وانا حواصل لك على الوصفه بتاعك. هاي محمد نرجع كده مع بعض. خلاص كده الخضار استوى. دي طريقه ممكن تحطي الخضار لوحده، تحط عليه طبقه الرز او تعمليه طبقات، يبقى معاكي صينيه زي تورته كده بسيطه، او تلخبطيه مع الرز يبقى شكله برده ملخبط عشان الاطفال تقدر تاكله، ما يختاروش حاجه معينه بمعنى صح. الله يصعب بيعذبونا في الحاجات دي. الله كده ان شاء الله. كده خلاص الرز استوى. تمام شوفوا مع بعض كده بالشكل ده. ايوه تقلبيه تقليبه خفيفه، وبعد كده تضيف عليه الخضار. ممكن تضيفيه بره زي ما اتفقنا الطبق على وش الرز بعد ما تغرفيه، وممكن تحطيه معاه وتقلبيه ميكس مع بعض. تمام ونضيف معاه كده الخضار. شكلها شهي وبجد الاطفال يحبوها لانه الالوان اللي فيها والرز الالوان بتشجع كمان على الاكل ده. طيب ده كده بالنسبه للرز بالخضار، هنبتدي نغطيه كده ونسيبه 10 دقايق. بعد كده نعمل مع بعض بقى طبق سلطه ظريف، قلنا للناس الدايت طبعا بيتاكلوا، هنعمله مع بعض دلوقتي. هنشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مره ثانيه.
ورجعنا مع بعض مره تانية مع سلطه الدجاج والخس، طماطم، خضروات بسيطه. احنا جايبين لها خس، طماطم، حلقات بصل بسيطه كده، وهنعمل لها فيليهات الدجاج اللي احنا طلعناها من الفراخ الكوردون بلو. تمام. هنتبلها برده ملح وفلفل بس كده. حبيت تعمليها لها لون شويه، ممكن تحطي لها معلقه كركم، ربع معلقه بسيطه كده، او معلقه بابريكا اللون الاحمر او اللون الاصفر اللي انت عاوزاه. تحبي اصفر؟ تمام. شفتي احنا بنختار ازاي معاكي؟ بنساعدك اهو. كله موجود. تمام. سنه عصير ليمون كده، شويه زيت بسيطه، زيت زيتون عشان نكون صحي. نقلب كده مع بعض. نحط الطاسه بتاعتنا على النار تسخن، هننزل بيها بزيت خفيف جدا بس. طبعا. هي بتستوي الفيليه طبعا ما بيستحمل وقت كتير على النار، لكن هتستوي بسرعه عشان نحطها على وش السلطه. تمام. قلبيها كده كويس، بقت لونها اصفر اهي. تمام. بشوف حتى ممكن اقطع اقل من كده، ممكن تقطعها قطع صغيره. ايوه السلطه بتكون سهله اكتر ليه؟ لو كل واحد قدامه طبق، انت عامله طبق بليت كبير، بياخد القطعه مع معلقه السلطه بتاعته خلاص. ممكن يقطعها بالشوكه بتاعته او السكينه كده. تمام. هنحط معاها شويه زيت زيتون كده صغيرين. ايوه. طيب يا شيف، زيت الزيتون ممكن يكون نقلباه بكميه كبيره؟ لا، القلي انا ما بنصح بيه. انت اعملي بيه كل انواع. انا سالته قبل كده، سمعت انه ما مفيد، يعني ما مفيد لان كمان ريحته وطعمه بيغير الاكل. صح. أيوة. لكن انت لو عملتيه بطريقه مباشره مع الاكل، سلطه سويتي بيه، رز سويتي بيه، لحمه سويتي بيه، منه اكتر استفادي منه اكتر يعني. لكن القلي ده انا ما بنصح بيه، لانه انت بتفقدي قيمته الغذائيه اساسا في النار خلاص يعني. كده ممكن نشوف مع حضرتك خيار تاني بقى من الخيارات اللي احنا عاملينها لك النهارده. انت اخترت رقم 4 بس. 4 انا اخترت 4. هنشوف مع بعض الاختيارات وتختاري لنا اختيار تاني. باقي عندنا الافوكادو والبرتقال والفراوله. اخد رقم 2. 2 البرتقال. نشوف الكوليكشن الخيار. الجمعيه العربيه للمصممين العرب. دي الجمعية درست فيها في القاهرة، درست فيها تصميم الأزياء. أيوة. في الجمعية العربية للمصممين العرب وللفنون التطبيقية، شاملة كاملة. هذا ما شاء الله ما شاء الله، يعني تدخلي وبتطلعي انت فاهمة كل حاجة ودارسة كل حاجة. درست على الدكتور خالد، عنده الدكتوراه في تصميم الأزياء. درست الباترون برضو اللي هو في التفصيل. أيوة. ودرست الفيجرين، التصميم والهيكل وكل حاجه. وبعد ذاك اشتغلت في الحاجه دي. اشتغلتي في نفس الشيء؟ اشتغلت الحي اللي دربتي فيها. ايوه اشتغلت فيها، وشكرا طبعا للدكتور خالد، ربنا يديه العافيه. وخلصت يعني، اشتغلت ثاني مع مصريين برضو في المجال، وجيت رجعت السودان. لكن طبعا. صراحة ما شاء الله يعني، أنا درست حاجة حقت 7 شهور ما شاء الله. ممكن أقول لك هي كأنها ب4 سنين حقت جامعة. كافية يعني جدا اللي حسيتي بها. كافية تماما، كافية تماما يعني. ودتي كل الحاجة اللي أنت كنت محتاجة لها في المجال. بالضبط كده. طلعت منهم أنا إنسانة ثانية تماما. بعدين بيدوك ثقة في نفسك ما شاء الله. بيدوك ثقة في نفسك إنه أنت فعلا الحاجة اللي أنت درستيها دي أنت حتنجحي فيها وحتستمري فيها ما شاء الله. وروك الأخطاء من الأول. الحاجة دي المفروض انها ما تتعمل كده. الحاجة دي ما بتنفع مع الجسم ده، الحاجة دي اللون ده ما بينفع. ف بتعرف المتطلبات كلها والاحتياجات كلها. من الاول. ايوه ايوه من الاول يعني. ف كل الشكر والله لهم شديد، ولاصدقائي تعرفت طبعا على المصريين واللبنانيين ما شاء الله. لغاية الان علاقتي بهم متواصلة ما شاء الله. تمام. فحيين من هنا كلهم وسلم عليهم. يعني من خلال الجمعية حضرتك اكتسبتي عوامل كتيرة جدا من الناحية العملية برضه. ايوه ايوه. واخدت وقت اشتغلت فيه برضه هناك. خدت فيه جانب كبير. ايوه ايوه. فأنا مشيت استفدت صراحة استفادة تامة جدا. تمام. أصلا أنا بسألك طبعا وبقلي الكردون بلو عشان ما تاخديش. أي شغل يا شيف كمان أنتم برضه، أي شغل دراسة لازم نحن يعني مصحبة بالعملي بالتطبيق. أنا ممكن أدرس الحاجة وما أطبقها، نفس الشغل بتاع الشيف كمان. إذا درس وما طبق هيفقد كل الحاجات. طبعا أنا دايما بقول لهم الناحية العملية أفيد كتير من النظري. يعني ممكن الواحد يشوف حاجات كتيرة في التلفزيون وممكن ما يقدرش يعملها، لكن أنا بحاول أعملها لهم بطريقة بسيطة. إحنا عاوزين برنامج نكهة خاصة يوصل لقلوب كل المشاهدين. صح. إن كل حاجة في البيت عندك بتستغليها كل يوم استغلال مختلف. مختلف. تنوع ما بيحس الواحد في حياته بالملل.
حتى في الاكل في اللبس في اي حاجه. فلما بيكون في تنوع زي ما حضرتك بتقولي في موضه طالعه الايام دي كده وفي لبسه كده وفي الوان جديده نازله السنه دي كده، برضو الاكل فيه اختيارات بنفس الطريقه اختلاف. فاحنا دايما بنحاول نوصلهم ان هم يتعايشوا معانا بنفس المستوى اللي حضرتك قلتيه دلوقتي ده، والراحه في التغيير كمان طبعا. ايوه هنا طبعا انا نزلت كل الملون حمره زي ما اتفقنا. ممكن انت بقى شايف معانا اتصال حضرتك تمام معلش ماشي بعيد. عليكم السلام ورحمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. بحييك برنامج الحادث اللي استفدنا منه كثير، بحييك الدكتوره زهراء وبحيي الشيف محمد والضيفه كمان منورين. ربنا يديك العافيه ينور حياتك ان شاء الله. يديك العافيه. بس انا كنت في دكتوره زهراء الاول على ان البنت تطلع عمرها سنه 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 عايزه اجيب لها وزنها، يعني عاوزه تجيب لها وزنها، عايزه اجيب لها وزنها كل الوجبات اللي انا بعملها تجيب لها وزنها يعني. تمام. عندك اي سؤال ثاني للضيفه زازا او للشيف؟ عشان عندي سؤال للشيف محمد. اتفضلي. شيف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بشكرك على الاغاني الجميله والحلوه اللي استفدنا منها كثير والله. الله يخليكي، جميله بيكم انتوا والله، البرنامج اللي انتوا بتشاهدوه ده اجمل حاجه بالنسبه لنا. ربنا ان شاء الله يديكم العافيه يا رب، وان شاء الله نجدنا التقدم والتطور ان شاء الله. تسلمي يا رب، الله يسلمك. شوف بسالك عن حاجتين، يعني معلش عن طريقه الخطوات البيضاء دي واحده بعملها في البيت. عاوزه تعملي ثاني بسالك عن اسمه اللبن الحليب المكثف المحلى بينفع اعمله في البيت؟ الحليب المكثف بتعملي كوبايه حليب بودره، كوبايه لبن، كوبايه ميه سخنه، كوبايه سكر بودره، ثلاثة مكونات فقط لا غير. كوبايه لبن بودره، كوبايه سكر بودره، كوبايه ميه سخنه. بيطلع معاك الحليب المكثف زي ما احنا كنا عملناه اول امبارح في الايس كريم. الشوكولاته البيضاء دي خليها حلقه احنا نوريها لكم ازاي، عشان في نوع معين بيتعمل على حمام ميه لازم تشوفيه قدام عينك عشان المرحله دي ما تمسك منك، لان لو مسك منك ما هتعرفي تفكي تاني. فخلينا ان شاء الله نعمله لك في حلقه ان شاء الله جايه. ان شاء الله يا ام ايمن الشيف جاوب لك على الاسئله اللي انت سالتيها له، وشكرا لاتصالك. وكمان لبنتك اللي عمرها سنه بقول لك انه هي ما شاء الله يعني وصلت عمر انك انت ممكن تاكليها من برا، تعملي لها وجبات خفيفه من برا تقدري تزيدي لها وزنها. دي هو ممكن البطاطس المسلوق او الخضار المسلوق عموما تعمليه لها باضافات مثلا بالزبادي، وكمان الرز المسلوق تعملي الرز بالطريقه اللي قال الشيف وتخلطيه، وحتى الدجاج انت ممكن تاكليه لها مخلوط تعملي لها كشوربه وتديه لها، وان شاء الله وزنها يزيد وتشوفيها بالحاجه اللي انت عاوزاها ان شاء الله يا رب. عروسه كبيره كده ان شاء الله. رز باللبن بتخلطوا ما شاء الله برضو عندك خبره في الاطفال، ما قلت عندك اطفال عندي اطفال اولاد اختي جوان شكلهم معذبيني شديد وريتا صغيره ما شاء الله ربنا يحفظهم ان شاء الله 5 شهور ربنا يحفظهم الله يخليك. يلا انت كبيره قلتي انه الاكل متعب لكم صح. يلا هسه الشيف يعني بعض مرات ما شاء الله بيعمل تنوع مدخل تنوع كثير في الاطباق، نفس الحاجات يعني مثلا الدجاج مكونات بتكون موجوده لكن انا بقدر انوع فيها. تمام تفضل يا شيف. مثلا هسه الرز بالخضار ده هم اذا شافوا الالوان بحبوا الرز طبعا الاطفال كثير جدا، ممكن الرز بالخضار انت اذا هم بحبوا اللحوم او يعني ما بيستسيغوا ممكن هذول ايوه اللحم ما يقدر ياكله كده قطع يعني صغير شديد يعني مثلا الدجاج ذاته ولخبطها لهم ايوه تلخبطها لهم وتديها لهم تمام، يعني قدر ما انت نوحتي لهم وعملت لهم الحاجات بطريقه حلوه تزيين الاختلاف بتاعت الطريقه بتاعت التصنيع بتاعت الاكل ذاته تخلي الزول انه داير يكتشف الطعم ده ممكن يكون عامل شنو، يعني ممكن يكون ما بياكلوا خضار كده عادي سلطه خضار يمكن ما ياكلوا بالعكس بحبوا الخضار جدا كويس. طيب ما شاء الله هم صحيين بالمثل هم صحيين لكن ما شاء الله ربنا يحفظهم يعني ما يعني جوان دي ما عندها علاقه باللحوم نهائي. جوان عمرها كم؟ عمرها حتى 7 سنين ما بتحب نهائي اللحوم ما بتحبها يعني لا بتاكلها لكن ما الكميه المطلوبه يعني اخذت لي لقمه كده اثنين ما خلاص هي كونها يعني بتتناول الخضار يعني بيعوض لها يلا اللحوم دي نحن حتى نحن يعني ناس كده كبار واعيين المفروض حتى اللحوم نحن ما نتناولها بشكل يومي عرفتي كيف يعني عندنا حصه معينه احنا ممكن نتناولها خلال الاسبوع عرفتي كيف يعني مثلا قطعتين لحمه ممكن خلال الاسبوع تكون كافيه جدا جدا بالنسبه لها وهي في عمرها الصغير. طب معناته هي تكلمي ماما بالكلام ده وتكلمي واشه الاثنين هم
هم متنشنين جدا بالموضوع ده. ممكن برضه هي زي ما بتحب اللحمه الحمراء الدجاج مثلا السمك عرفتي كيف يعني حتى الدجاج ممكن الكوردن بلو الدجاج ذاته يتقطع صغير شديد يعمل لهم كشاورما يتعمل يدخل مع الرز يدخل مع مكونات ثانيه حتى الشوربه ذاتها يعمل كريم سوب يا شيف محمد ممكن انا اعمل فيه أذوق طعم الحاجات ذاتها يعني مثلا استفيد من القيمه الغذائيه الموجوده فيه ممكن حتى تعمل اللحمه شوربه والشوربه بتاعتها تضيفها للرز وكذا عرفتي كيف يعني انا في النهايه القيمه الغذائيه حستفيد منها حستفيد منها يعني ما نقلق يشربوا لبن ها ما نقلق ما تقلقوا لا ان شاء الله ما بتجيهم اي عوجات الحليب بيعوضهم الجبنه بتعوضهم يعني في حاجات كثير الفواكه اللي بتناولها دي بتعوضهم بتخليهم صحيين اكثر بالذات هسه فصل الصيف يعني هم محتاجين اكثر للفواكه والخضروات زي ما قلت لك البطيخ في تمام. الصيف اي ما شاء الله هو فاكهه الصيف فهم بيكونوا معتمدين عليها جدا تمام نرجع للشيف محمد لانه عطلناه وتكلمنا كثير طبعا عمل ايوه مستنز الفرصه وانتم بتتكلموا فبعمل حاجه تمام عملت شنو من ورانا طيب انا بس انا حطيت الخس وقطعت طماطم عليها تمام هنعمل حلقات بصل خفيفه كده لو حبيتوا يعني دي حاجه اختياريه تمام نقطع كده حلقات بصل طبعا الفراخ احنا طلعناها خلاص كده استوت هي يعني ما بتستحمل لان الفيليه ده بيبقى اضعف حته في الدجاج هنبتدي ناخد حلقات البصل كده نار كتير نقطعها كده حلقات بسيطه بالشكل ده ممكن اشوف دول يكون ما بحب البصل نهائي لكن الشكل ده بالشكل ده بال مع الزيت الزيتون طبعا بياكله يعني لا ما شاء الله اهم حاجه طبعا الوانه جميله جدا احنا طبعا بنلعب بالالوان يا دكتوره وبنلعب يا استاذه زازا طبعا بالاذواق برضو زيكم بس احنا بنلعب بشغلنا احنا بالاكلات بقى ايوه لا بجد الالوان مع بعض جميله جدا دايما بنقول لهم حته اللون بتدي حماس للاكل يعني ممكن الواحد يشوف اكله ممكن يحس ان هو هياكلها كلها لكن مع الشكل اللي محطوط قدامه ما بيقدر ياكلها ايوه صح فبالتالي انت بتدي له اشباع وفي نفس الوقت شكل جمالي بيفتح نفسه عن الاكل بيقولوا العين بتاكل اول طبعا ايه رايك في الطبق ده بقى 100 100 مش هي الوان كتيره ما شاء الله هندي له شويه زيت زيتون كده بسيطه طبعا ممكن نحط له بقى ايه شويه ملح شويه عصير ليمون دي حاجه اختياريه تمام قلت لك عصير ليمون ممكن نحط الليمون كويس طيب الليمون برضه ممكن نحط الليمون تمام عموما ما بحب السكريات اها ما بميل للسكريات تمام لا بتاكلي فواكه وخضار اكيد بتعوضي يعني ما مشكله ما مشكله ما عندك مشكله طيب يا زازا هسه انت وشيف محمد كان اتكلمتوا في موضوع الالوان الشيف بتفنن بطريقته في الاطباق في الالوان ومستفيد من القيم الغذائيه انت رايك شنو نحن في اللبس وفي الازياء مثلا الالوان المناسبه طيب عموما الوكي في قاعده لا في قاعده عموما انه بقول لك قاعده خاطئه انا بشوفها انه مثلا لبست بنطلون رمادي معناه البس طرحه رمادي لبست أيوة. بنطلون اخضر معناه البس طرحه اخضر لبست لا ما 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 تتخيل بالحاجه ما قاعده ولا قانون ما قاعده ولا قانون الحاجه ازواج يعني انا ذوقي بكون مختلف منك مختلف من فلانه من فلانه من فلانه تمام فما شرط انه انا لبسته كده معناه كده سكيرت احمر طرحه احمر لا 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 ده كان زمان لو انتبهتي الحته دي حتلاقيها قبل 8 سنين 10 أيوة سنين كان الستاندر كده البنات كلهم الجامعه شغل تلقي ده ستايل أيوة. الواحد مسكت رمادي كان اهم حاجه رمادي وبني ايوه صح رمادي وبني وكان ده الحال لكن حاليا ما في كلام زي ده ايوه حاليا كل ما كانت الالوان متباعده من بعض كل ما كان ماشي مع الموضه اكثر ومريحه لكن ما تكون حاجه كمان شاذة او بعيده ايوه لا تكون بعيده من بعض لكن ما اوفر ايوه بتكون هي كده الانسب طيب الوان الليل والنهار وكده النهار طبعا الافضل انه الزول ما يلبس الالوان زي ما قلت لك بير الالوان هي موضه حاليا الالوان الفاقعه بس الزول ما مستحب انه يلبسها بالنهار بالذات الشمس ايوه يعني الساعه 3 الظهر الساعه 2 يعني الزول يبعد منا من عصريات واحنا ماشيين اوكي ما مشكله بالليل الالوان الموضه كلها اللي هي الالوان الفاقعه تمام في المناسبات يعني حاليا تلقى مثلا الاوف وايت مع البرتقال الفاقع ايوه الاسود مع الليمون الفاقع يعني عموما دي الموضه بالذات في الثياب تمام تلقي انه التوب يكون لون والشغل لون ثاني بعيد تماما دي هي الموضه في برضه موضه البخ
اللي هو التوب بيكون مقسم على كم لون. ايوه يعني بتلقي الراس لون زي السلطه بتاعت شيف محمد. بتلقي الجدعه لون التوب بيكون مقسم بالالوان. فدي برضو حاجه دارجه وحاجه موضه. تمام. لكن عموما ما في زمان كان بقول لك مثلا اللون الاسمر ما ينفع انه يلبس الوان مثلا ليموني او كده. لا حاليا كله بينفع. كله بيمشي بموضه كده مع تناسق وستايل وكده. اي يعني الوان بتنفع مع كل زول بس شوف الدرجه المناسبه كمان. تمام. ايوه لكن تمام. ما في مشكله. طبعا خلت اللي ينفع ما ينفعش بالضبط. أيوة. كله ماشي بالقلبه. ماشي بالقلبه. زمان الالوان لحضرتك بتقولي النقطه دي بالذات بقت ترجع ثاني دلوقتي. يعني زمان القديم مثلا من 40-50 سنة بقت المودة نفسها ترجع تاني بنفس الألوان ونفس الشيء. حتى الميك اب والتساريح برضو. أيوة. الزمان رجع تاني. أيوة سبحان الله. طيب محمد دخلت شنو فرن من ورا انا؟ لا احنا دخلت كل الكوردون بلو. دخلت الكوردون بلو. تمام الكوردون بلو. تمام يا شيخ محمد. احنا كده عملنا مع بعض طبق السلطه عملنا رز وخضار. ايوه الكوردون بلو. عايزين نعمل مع بعض حلو صغير كده هتساعدينا فيه جدا. تمام. جدا ان شاء الله. هنشوف مع بعض حلو الزبادي بالجريب ونرجع مع بعض مره ثانيه. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية في برنامجنا وبرنامجكم نجا خاصة ونكتنا خاصة طبعا النهاردة بالأستاذ الزازة معانا. أزياء وأكل وألوان وستايل وكله كل حاجة إن شاء الله النهاردة مع بعض. إحنا قلنا هنعمل قبل الفاصل هنعمل مع بعض كاسات الزبادي بالجريب والعسل. ده صنف للناس الدايت ممكن بينفع معهم كتير. احنا طبعا كنا حريصين برضو بالاختيارات النهارده. خلي بالك ملاحظه الحاجات كلها مناسبه منسقه كده والوانها. أيوة كمان. أيوة. لازم نلعب في حته الالوان صح كمان اهم حاجه في الالوان ان شاء الله. احنا هنعملها مع بعض وهنشوف برضو في جانب الشاشه كده مع بعض هنشوف المكونات. هي عباره عن زبادي جريب. تمام. في مشكله بس انا عاوز اقولها للناس. الجريب في بعض الناس بيقول لك بيمرر معايا بالذات في العصاير. ايوه. او الاطفال ما بترضى تاكله عشان طعمه مر. انت لو فصصته له في اجزاء معينه اللي هي القشره والبذره هم اللي بيمرروا العصير او بيمرروا طعم الاكل. لو انت بتعمليه فصوص زي كده وبتحبي تاكليه مثلا مع عسل مع سكر تاكليه كده ساده بيكون طعمه احلى لما انت تقطعي معاه القشر بيبقى فيه طعم المراره بتاعت الجريب. تمام. انا هوريكم طريقه كده حلوه. طبعا انا اتعلمتها من حبوبتنا يعني هي برضه حبيبتي اللي علمتني الموضوع. كويس. طيب تمام. تمام. هنقشر نشيل القشر الابيض مع نخلي اللحم بس كده اللي ظاهر. تمام. هنقشرها كده كلها شايفين. تمام. القشر الابيض ده هو اللي بيمرر الجريب كده بالشكل ده. ايوه كده بقت الجريبه خلاص بالشكل ده كده. تمام. نقشر الحته الجزء الاخير ده. واكتر شيء كمان برضو البذر زي ما قلت يا شيف بيمرر كتير شديد يعني. البذر. أيوة. البذر هو اللي بيمرر العصاير. نشيل ده كده مع بعض. احنا الطريقه دي بنستمدها في رمضان. ايوه لانه بيكون الوقت ضيق فالعصر يكون وقت العصاير وبعد ذاك الاكل. العصاير مهمه جدا يعني. ايوه هي عموما بالذات في الاجواء بتاعت السخانه اللي جايه دي من الحاجات المفيده جدا للعصاير اللي هي مريحه للجسم ما بتديكي حاسك الانتعاش. وكده يعني احساس حلو شديد كده. دكتوره شايفها؟ ايوه هنجيبها بالشكل ده كده. انا بشوف الفروقات بتاعت الفص كده لوحده. بروح جاي مع طرف الغشاء الخفيف دوت اللي بره بقطع كده وصلت للنهايه. انا بحس طبعا السكينه وانت بتقطع بعرفها. والناحيه الثانيه كده بالشكل ده في حد جيف معايا اكيد لانه في الطرف في البذر وبتاعها يكون قوي هيوقف معايا. شوف هتطلع معاك الفص من غير بذر. لو مشيتي بالطريقه دي مع كله لحد وتطلعي كل الفصوص شايفه البذر بيطلع لوحده. صح. تمام. نمشي كده مع كل فص بالطريقه دي. طريقه سهله صح؟ سهله ما شاء الله. فنيات يعني حتى له علاقه كمان بالشغل بتاع التصميم الفني. حاجات صغيره بتديكي نتائج حلوه يعني. انت لما بتعمليه بالطريقه دي من العصاير اللي الناس بتحبها جدا بس بتخاف من طعمه ساعات بيمرر بسرعه وما بيقعد في الثلاجه عندك. لكن لو انت عملت اللحم لوحده كده بالطريقه دي لو قعد معاكي اي وقت مش مشكله فيه. صح سبحان الله. البذر والغشاء الابيض اللي حوالين القشره الخارجيه برضو الليمون
والليمون نفس الكلام برضه. البرتقال البرتقال يعني في بعض الناس بس حلو شويه هو منهم اللي طعمه مميز شويه. ايوه تمام كده دكتوره خلاص فصلتنا لي كل الجريبه اهو تمام كده بالشكل ده. الكاسات الكبيره يا شيف ولا صغيره؟ صغيره تمام. هنعمل مع بعض ما نشوف برضو المكونات مع بعض. مكوناته سهله وبسيطه جدا. ممكن تحطي عليها بقى شويه فستق، شويه فول سوداني، حاجات بسيطه كده بتزوقيها بقى من فوق. هنحط مثلا هنا الكاس اهو، نحط فيه ناخد زبادي، ناخد مثلا جزء من الجريب بالشكل ده ونحط تاني زبادي بالشكل ده كده. تحط جريب عشان ما تحسيش بطعم الجريب لوحده ولا الزبادي لوحده. تمام، حط تاني معلقه زبادي بالشكل ده، فص جريب ونديها شويه عسل كده خفيف. شايفه يا دكتوره؟ 100 100. اكله خفيفه سهله جميلة. ممكن تنفع فطار وكافيه جدا بالليل. جدا فيها يعني الزبادي المهمه كلها. ممكن بقى نحط لها شويه مكسرات زي ما اتفقنا. أيوة. كرزايا حاجه بقى انت الجماليات دي تهتم بيها. العسل جميل. نسيب حضرتك تعملوا لنا احسن. جدا جدا اصلا من قبلك هي عاوزه يعني تشارك وتعمل حاجه. ايوه لازم. تمام. احنا كمان عندنا النهارده كنافه. تمام. بس هنشوف المكونات بس نحمرها الاول، نديها تحميره خفيفه كده، بعد كده نشوفها بتتعمل ازاي. مع المانجا طبعا. تمام يا شيف. اللي هي كلها فواكه الصيف، المانجا والجريب فروت. احنا اخترنا الاصناف اللي موجوده حاليا في السوق، اصناف الموسم، وفي نفس الوقت الوانها حلوه. يعني المانجا لون، الجريب لون. أيوة. السلطه بتبقى فيها الوان، الرز بيبقى فيه خضروات والوان. كل دي انواع كتيره من الالوان اللي احنا عاوزينك تكلمينا عنها النهارده. حضرتك اتكلمتي، شافك اتكلمتي عن اذواق البنات بس النهارده، عاوزين اذواق الشباب كمان. الشاب السوداني ممكن انا اخد هيك العسل. اوكي. الشاب السوداني بيجي بحب الالوان جدا. زمان في زمن ابهاتنا وكده كان الالوان محدوده، الكروهات يعني ما كان في الوان زي حسه. عموما الشباب حسه ممكن البنطلون يكون لونه بينك، ممكن البنطلون يكون لونه بنفسج، ما في مشكله نهائي. بيجوا بالالوان الجريئه. صح، زمان كان عيب وغلط وما ممكن، لكن حسه الشباب بيجوا مواكبين الموضه تماما وما في حاجه. عادي 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 ما في حاجه يكون القميص لونه موضه. دي الموضه بتاعت زمان اللي احنا اتكلمنا عليها، كان فعلا زمان بيلبسوا الالوان كلها عادي ما فيش مشكله. صح صح، حاسه الحاجه دي رجعت تاني. صح، الافلام القديمه كلها كانت والشازستون والشعر الافرو. صح، فحاسه الشاب السوداني والعرب عموما بحبوا الحاجات دي جدا. اما بالنسبه ل تفضلي. تمام. لنا العسل. بالنسبة للحاجات الرسمية والفورمال بتواصل زي ما هي، رسم الفورمال بنفس ألوانه بنفس طريقته، ما في لعب في الألوان. ما في لعب في الألوان نهائي. هو أما الحاجات الكاجوال فهي كلرفول، ما في أي مشكلة. تمام يا شيف. احنا هنا كده تمام 100 100 خلاص كده شاطرين. انا اروح بقى. وين الكنافه الكنافه اهم حاجه. لا نعمل الكنافه بالمانجا اهم حاجه. زمان كانوا عشان يسكتونا بيلعبوا معانا بالكنافه، يقول لك بس استنى اعمل لك شويه كنافه كده، وتضحك علينا بشويه سكر على النار وحته سمنه وزبده وبتاع مكسرات وخلاص وننام بعد كده. هسه اكتشفت في حياه كثيره شديد. طيب هنشوف مع بعض مكونات الكنافه ونرجع مع بعض مره ثانيه.
ورجعنا مع بعض مره ثانيه مع استاذه زازا والكنافه والحلويات والجريب والالوان الحاجات الجميله. وهنعمل دلوقتي مع بعض كنافه. تمام. طبعا الناس متعودين دول كنافه بالكريمه، كنافه محشيه في الفرن، مكسرات بالقشطه، اي شيء بنعمله في الفرن. فاحنا النهارده عاملينها لهم في طريقه كاسات حلوه، ممكن تاكليها بارد وممكن تاكليها سخن. تمام. هنجيب الايام دي زي ما قلنا مع الدكتوره في المانجا متوفره ولسه موسم جديد. فالمانجا بنجيبها نقطعها قطع صغيره زي كده او شرايح زي ما انت بتحبي. وهنجيب الكنافه نحط لها حته زبده او سمنه مع شويه زيت صغيرين عشان ما تغيرش منك اللون بسرعه. الزيت بيساعدها ان الالوان بتاعه الزبده والسمنه ما بتغير سريع، احنا عاوزينها تاخد اللون الذهبي زي اللي احنا شايفينه ده كده دلوقتي. تمام. عشان تديك اللون الذهبي والفاتح وفي نفس الوقت تاخد طعم السكر، تدي لها معلقه سكر كده خفيفه بودره. أيوة. بالشكل ده بتساعدك ان الكنافه بتاخد لون احمر فاتح. أيوة. ما بتغمق منك طبعا مع التقليب المستمر طبعا زي ما احنا شايفين كده. تقلبيها تاخد اللون الذهبي ده كده بالشكل، في نفس الوقت بتكوني طعمتي طعم الكنافه لان طعمها ما بيكونش فيه سكر طبعا. ايوه. نبتدي نحمصها كده مع بعض وهنكون مجهزين المانجا. برده ما حبيت تحط سكر، الناس اللي ما بتحب السكريات تعملوا برده بالعسل النحل اللي احنا عملناه نفس الطريقه مع الجريب. تمام. وهنكون مجهزين معانا قشطه او كريمه، ممكن تطبخي كريمه على النار اللي هي تحطي كاسه لبن مثلا معاهم معلقه نشا كبيره، معلقتين سكر، لو استغنيت عن السكر وانت هتستعملي عسل ما في داعي منه، ممكن تعمليه ساده معاها ذره ملح صغيره عشان تحافظي على التخريزه بتاعت النشا دي ما تخرز معاكي زي البشاميل بالظبط. تمام. تعمليها او تعملي القشطه اللي احنا بنعملها بنشيلها من على وش اللبن دي تشيليها كده كل يوم لوحدها وتعملي لها شويه كنافه حلوين بتطلع معاكي وجبه في اليوم. بسيطه شديد وسهله. سريعه. قبل هتطبقيها؟ قبل هتطبقيها جد كده مشكله. بعدين احلى حاجه انه الاكلات الليل سريعه بالنسبه لانه النساء سودانيات شغالات ومشغولين طبعا، بكونوا بالبيت. أيوة. وبالعيال وعندهم دوام يجروا العين الساعه 4 واليوم بيجي سريع جدا. ايوه. فالاكلات سريعه، الاكلات سريعه وجميله بصراحه. طيب نروح مع حضرتك تاني بقى نختار اختيار. جدا. عندنا الافوكادو والفراولة. اختار معي. اختار معاك. نحجر بواحد شوية. ناخذ فراولة. فراولة. خلاص فراولة. نختم بواحد. الاناغه. هي زازا الاناغه. الاناغه عشقي. الاناغه اهم حاجه انه الانسان يكون انيق ولبسه متوازن ومواكب. ايوه. ولكل مقام مقال. فانا انيقه ما معناه انه اكون اوفر البس حاجه اوفر. ايوه. كل ما كنت انا بسيطه كل ما تكون حاجه اجمل، يعني ما شرط انه اكتر ما الاناقه في البساطه بالضبط كده. يعني ما ممكن انا اكون ماشيه لصاحبتي اكون اوفر ماشيه هنا، ما بينفع. فالاناقه دائما هي في البساطه والحاجه الجميله المتناسقه. تمام. فالاناقه حاجه مهمه جدا جدا. تمام. احبها تماما. هي الاناقه مكتسبه ولا تعويض؟ بالفطره. ولا بالفطره، يعني الانسان هو بالفطره بيقدر يميز انه الحاجه دي، بس بيكون المشكله وين؟ في البيئه او العوامل المساعده. يعني كل انسان بيئته بتكون مختلفه. أيوة. فالانسان لو لاحظتي انه مرق من بيئه معينه مش بيئه ثانيه بيتطبع. صح. بيتطبع بلبس الناس الثانيين وكده، فبيقوم ممكن يكون انيق اكثر كمان. ايوه. صح. أيوة. لما نمشي حته ثانيه صح مختلفة. صح. بيتطبع وبكون حد بيكون انيق اكثر. تمام. شيف محمد ايه رايك بقى في الحركه دي؟ حبيتها صراحه. لا لا انا حطبق شنو ولا شو؟ انا اشيله وامشي بيه محسن. كله على طول اشيله خلاص. بس هتصوري لنا برضه. ايوه. احنا اهم شيء الصور وكمان نذوق الطعم لازم. كده احنا حطينا طبقه مانجا. اها. هنحط كنافه. ايوه. طبعا كميه الكنافه ممكن تتحكمي فيها زي ما انت عاوزه بقى، يعني الكميه اللي انت بتحبيها تدي فيها في قلب الكاس. تمام. محمد الكنافه. اها. هتضيف حاجه ثانيه ولا هنحط طبقه ثانيه من المانجا؟ طبعا لو عشاق المانجا هيحبوا الموضوع ده جدا. انا من عشاق الكنافه بتديهم طعم غريب طبعا. هيكون انا من عشاق المانجا. كده بالشكل ده تحاولي تغطي الطبقه اللي تحت عشان لما تيجي تحطي العسل بعدين بيديكي طعم مميز.
لان الكنافه بتلف مع المانجا لما تيجي تقلب الكاس مع العسل بيديكي طعم حلو جدا، بالذات ان احنا حاطين سكر بسيط فمش محتاجين كميه عسل كتير. ملعقه سكر صح؟ معلقه واحده كبيره بس على كميه الكنافه مثلا نص كيلو كده عشان تلون لك اللون الذهبي اللي احنا شايفينه ده. لان اصلا السكر في النار بتكرمل لونه على بني كده بتغير. شامل هو بيديله اللون الذهبي طبعا، انت مع التقليب بيتحمص معاكي بسرعه يعني. اكيد بيدي طعم ونكهه خاصه يعني. هي تحميصه الكنافه لوحدها دكتوره بتشهي أيوة الاكل ويعني. والله ريحتها هسه كمان برضه هسه الريحه برامة عملت حاجات كده جوعتنا. ايوه كده شفنا مع بعض ادي الكنافه خلاص تمام. ننزل ببقيه المانجا. نساعدك يا شيف. اتفضل يا دكتور. يعني انت شكلك يعني اللي ماما طوالي بتعملي لها كده. والله طوالي لانك لما بتعملي لها كده طوالي الليله هتعمل لك هتكون منتظرك بفارغ الصبر. المطبخ والله جميل. وبعدين اكثر حاجه عجبتني في اطباق الليل زي ما قلت لك انها هي سريعه و اطباق خفيفه يعني حاجات بتكون في متناول اليد يعني الزول قاعد كده بيشكلها براو. بقول ليلى لكل زميلاتي بيتحججوا انه بكون اليوم كله شغالين ثياب أيوة. وكذا فبقول لهم لا لا الاطباق خفيفه جدا ما في حاجه صعبه بقول ما في حاجه صعبه وما الكلام ده ما عايز اسمعه ما في اي حجج الامور هذه واضحه وضابطه وبسيطه جدا وسلسه. نفذوا ارسلوا لنا في الجروب في الواتساب وروني تمام وروك ودي تورينا وانا حوريكم خلاص ما عندك اي مشكله. كمان زي ما قلنا اطباق الليله قيمتها الغذائيه عاليه جدا. قبل شويه ضيفتنا الرائعة جدا زازا تمام اشتغلت لنا الجريب فروت يا شيف بالزبادي والعسل. بس نشوف حضيف شنو ونتكلم عن دي القشطة يا دكتورة. حط معلقة قشطة كده مع ملعقة واحدة كفاية صح؟ ملعقة واحدة كفاية زي ما اتفقنا. ممكن تكون الكريمة اللي انت بتحشيها جوه الكنافة برضه بس بتعمليها بطريقة جديدة بتديكي شكل أحسن برضه. أيوة. ممكن تعمليها مع الفراولة مع المانجا مع الكيوي تشكلي تشكيلة الكنافة تبقى كويسة. همسحها لحضرتك ما في مشكلة. بقيت حافظه كمان كل حاجه مكانها وين لا ما شاء الله الحاجه ما شاء الله ايوه ما شاء الله. كمان انت ليلى جربتي الطريقه بتاعت العمل وكمان حطوقي لهم وكمان حتوريهم حتقول لهم انه يا جماعه الموضوع ده يعني جميل وخفيف وطعمه حلو. ايوه وما اظن في زول ما بحب الكنافه اكيد استحاله ما اظن في انسان ما بحب الكنافه وما بحب المانجا. حتى دي بالنسبه للناس اللي عاملين دايت يعني ليك احنا العسل ما يكملوا الكاسه بالذات لكن ما شنو ما يكملوا الكاسه يعني ياكل ياكلوا نصها معقوله. ايوه عشان ما نمرق من قواعد الاناقه بالضبط الحاجات دي. لكن بالنسبه للجريب فروت بالزبادي والعسل هي ممتازه جدا جدا وحاجه خفيفه ولذيذه. وكمان الجريب فروت فوائده قيمه جدا فيه ونسبه عاليه من فيتامين سي وفيه البوتاسيوم وفيه نسبه من المويه والالياف اللي بيحتاج لها الجسم كله عشان يتخلص من الدهون الموجوده فيه بالنسبه للناس اللي عاوزين يقلل وزنهم. وكمان الزبادي فيه نسبه من الكالسيوم اللي بيحتاج لها الجسم بالذات الناس اللي بيعانوا من زياده في الوزن وزياده الدهون في الخصر حوالين الخصر انه دي كثير جدا بيكون سببها انه يكون نقص الكالسيوم في الجسم. عشان كذا نحن لما نتناول منتجات الالبان ونتناول فواكه ونتناول خضروات فيها عنصر الكالسيوم بالتالي بنتخلص من الدهون المتراكمه حوالين الخصر اللي هي بيكون سبب اساسي فيها نقص في الكالسيوم. طيب يا دكتوره احنا معانا صديقة البرنامج النهارده الاستاذه حنين ام حنين. استاذه حنين الصغيره وام حنين نفسها معانا النهارده. هنشوف لها الفيديو الجميل اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي. احنا عايزين نرحب بيها الاول استاذه زازا. النهارده احنا معانا ام حنين دي صديقه طبعا من اصدقاء البرنامج. اصدقاء البرنامج مرحبا بك يا ام حنين. اهلا اهلا وسهلا. مرحبا بك. ما شاء الله منورين. نورك تسلمي نورك. الله يخليك. شوف محمد زيك. الله يخليك تسلم يا ام حنين. الله يخليك. سعيد والله اني سمعت صوتك النهارده. تسلم يا رب. الله يخليك. الله يخليك ما شاء الله. خبرين من الكنافه اللي معاكم. طوالي ما عندك اشيلها معايا انا شكله كده. ما شاء الله تسلم الايادي. الله يخليك. رب يديك العافيه يا ام حنين. احنا هنستعرض معاك الاول الاطباق اللي حضرتك كنت بترسلها لنا ونشوفها مع بعض كده الاول ونكلم مع حضرتك تاني. تمام اوكي. الله يخليك.
ورجعنا معاكي تاني يا ام حنين، سعيدين والله بالاطباق الجميله اللي انت عملتها لنا النهارده دي. الله يخليك تسلم. الله يخليك، تسلم يا رب. الله يخليك. الله يخليك، تسلم يا رب. الحاجه بالمشروم دي شنو يا ام حنين؟ ما واضحه لنا في الصوره. ستيك ولا شنو؟ ستيك. ستيك بالمشروم. ايوه المشروم ذاته معمول بالكريمه. ما شاء الله تسلم يدك يا ام حنين والله. الله يسلمك. مبدعه ما شاء الله، ربي يديك العافيه. تسلم يا رب، تسلمي من زوجك، تسلم كثير. يديك العافيه. الله يخليك. طيب عندنا فيديو يا ام حنين انت عاوزينك تعلقي لنا عليه وتقولي لنا انت كنت عامله لنا فيه ايه. ماشي اوكي، اتفضلي. ده فراخ، صدور بتاعت فراخ معموله بخلطه زي ما شايفين، هي خلطة متبلة من قبل يوم وفيها مجموعة بتاع البهارات، يعني متوفرة في كل المطابخ السودانية. احتمال بس الباربيكيو، الصوص بتاع الباربيكيو بتلاقي في السوبر ماركتات الكبيرة يعني. تمام. بس كل الحاجات الباقي، فلفل، كزبرة، شمار كده يعني، ما في حاجة. الكاري برضو موجود في السوبر ماركت، بس اهم حاجه الحاجه يعني الفراخ يتبل قبل يوم يعني، او قبل 3 4 ساعات على اساس يكون هش وطري والنكهه تدخل جواه. تمام. بعد ذاك بنجيب الكيس ده ونرقق القطعه تحت الفراخ عشان تكون ما سميكه زي ما شايفين في الفيديو، بالشاكوش برقيقها شويه بالكيس عشان هي بتلزق في الشاكوش ذاته، فلازم استعمل كيس. الخلطه فيها زيت برضو عشان لما نجي احمرها ما بستعمل كميه بتاعت زيت كبيره. بنفس المستوى ده كل القطع، وبعد ذاك بجي بعملها على الشوايه، فحم، كهرباء، تيفال على البوتاجاز، الحاجه المتوفره عند الزول يعني، اي حاجه. حتى ممكن نعملها على الجريل يعني، المهم كل زول والحاجه اللي هو بحبها يعني. حاجة خفيفة وما فيها كالوريز كثيرة، ما فيها دهون لأنه صدور بتاعت فراخ وكده. أفتكر إنها مناسبة يعني لكل كل الناس يعني، زول عنده مرض ضغط سكري كده، حاجات أنتوا عارفينها طبعا. أي بس الزيت هو بعمله آخر حاجة بسيط، ممكن يكون زيت لو فات يعني، ما حاجة كبيرة، حاجة مضرة بس عشان ما تلبق معاي في التحمير. بس حقلبها في الزيت كويس، بعد ذاك حاشيلها واديها الشواية عشان ما بتاخذ زمن كثير في الشوي يعني، يمكن زمن الشغل بتاعها أكثر من الزمن اللي بقي فيه في النار. بس حنشوف حتى إنه حاشوية في الشواية وبتاكل سخنة، بس حاجة بسيطة يعني، ما صعب على أي زول ممكن يعملها. أنا استعملت شواية بتاعت كهرباء في أعلى درجة حرارة. تمام. زي ما شايفين هي الطريقة تحت التحمير بسيطة يعني، بهنا وبهنا تتحمر وخلاص. والله ما شاء الله يا ام حنين، طريقة جميلة وحلوة وفتيهم كتير بشرحك البسيط ده برضو. الله يخليك. الله يخليك. تسلم يا رب. تسلم يا رب. تسلم يا ام حنين، ربنا يديك. سعيدين والله وشاكرين ليك كتير والله. على فكرة أنا بحب الكوردن بلو جدا يعني، في أي منيو في أي مطعم تلقى الكوردن بلو خلاص بنسى الباقي. خلاص اعملوا لنا بقى فيديو ثاني ان شاء الله. ان شاء الله. لا اكيد اكيد ان شاء الله. عملته كم مره بس استعملت القش بتاع الستيك بتاعت الاسنان، لكن بتتكسر بتحرق في النار كده، فانا استفدت كويس من الطريقه بتاعتك. طيب الحمد لله. الحمد لله. شكرا يا ام حنين وسعيدين جدا والله بتواصلك معانا والاطباق الجميله اللي بتقدمها لنا. نتمنى ان شاء الله دايما دايما متواصله معانا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك يا ام حنين، تسلم يدك، ربنا يحفظ لك حنين. شكرا لكم ولقناه السودانيه 24، تسلموا كثير. يديك العافيه ان شاء الله. يا شيخ قلت لك شكلها واضح الاطباق انها هي جميله وسريعه، انا اكثر حاجه عجبتني في الفيديو انه هو واضح انه سريع. ايوه ما شاء الله، في زمن بسيط جدا تبلت كده بالضبط سريع. طيب طيب بالنسبة للسيدات أو البنات عموما بتحب التقليد، دي النقطة اللي كنت حضرتك بتتكلمي فيها في أول الحلقة، دي نقطة حضرتك تفيديهم فيها في إيه في حتة التقليد دي بالذات؟ جدا.
دائما اقول لك انه مثلا انت لبستي الاسود خلاص انا حاجز، انت لبستي الطرحه بالاحمر خلاص انا امشي اجيب حاجه. دي موجوده عندنا كثيره جدا جدا في البنات او في النساء المزوجات، بيطلع توب بتقوم كل بتشوفه عادية. ايوه بتقوم انا دايره التوب ده نفسه، فبتمشي المناسبه بيصدف انه ممكن تلقي ثلاثه اربعه نساء لابسين نفس التوب. فدي حاجه بتحصل دائما يعني دائما ايوه بتحصل. لذلك انا ضد التقليد تماما. أيوة. ضد التقليد يعني بشوف انه كل زبونه هي بتجيني هي دايره شيء مميز. صح. انا ما بقلد ما تمام. بقلد يعني ممكن تشوف هي الحاجه اللي عجباها سواء كانت ورده سواء كان اي رسم هي عجبان ممكن انفذ عليها بطريقتي وبديزايني وتكون مميزه ومتاكده. أيوة. انه ما في اي واحده حتكون لابسه زيها. والتقليد مضر اصلا يعني حتى هسه في الحميات وفي الحاجات دي بالضبط كده، وكل واحده عندها ستايلها براو. ايوه صح. فالتقليد ده اعمى بالضبط مضر جدا. صح مضر تماما و لازم نبدع اكثر. أيوة لازم أكيد. نبدع واحنا ماشيين في عصر السرعه وعصر كله اناقه وكله لبس جميل و فصراحة التقليد ما حبابه. تمام ما حبابه. نشوف القيمة الغذائية لأطباقنا لليوم ونرجع لكم تاني. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية في نهاية برنامجنا النهاردة نكهة خاصة، وزي ما شفنا اتحفتنا الأستاذة النهاردة بالألوان والأذواق والكلام الحلو والمعلومات الجميلة. إن شاء الله الألوان عندك ده أقل حاجة نقدر نقدمها لك النهاردة. العافية يا رب تسلم. كنت خفيفة وظريفة صراحة الوقت مرة سريع وما انتبهنا بصراحة. أكيد والله سبحان الله مرة سريع جدا. كنا سعيدين جدا مع حضرتك النهاردة، شرفتينا كتير ونتمنى وجودك معنا دايما إن شاء الله. وما تنسيش اللي احنا اتوعدنا عليه عشان تبعت لنا على الصفحة. ادرسي لنا ارسل لكم صوابع انا حاضوق شيخ محمد حيغيم. اشكركم صراحة، اشكر برنامج نكهة خاصة أكيد. واشكر قناة سودانية 24 اس 24 وان شاء الله اكون ضيفة خفيفة عليكم بصراحة. والله الوقت مرة سريع جدا والله. الاكل طبعا دايما بنقوله ذوق واللبس ذوق، وجود حضرتك النهارده معانا ذوق كبير ومدينا نكهة خاصة في برنامج نكهة خاصة ان شاء الله. يا شيف يديك العافية يا رب، شرفتينا كثير وسعدتينا، وان شاء الله مشاهدينا الحلقة الليلة تكون خفيفة ولطيفة وظريفة واستفادوا من كل المعلومات ان شاء الله من الأطباق الشهية الحلوة ان شاء الله يا رب ان شاء الله. وأخيرا نقول لحضراتكم في أمان الله. مع السلامة.